عندنا ضربة حرة من مكان خطر جدا لليو. ميسي ممكن يحطها بالشباك وينهي آمال توتنهام. يليو السلام عليكم، هلا والله شباب، حياكم الله. مقطع جديد، حلقة جديدة من دوري أبطال أوروبا برشلونة، واليوم عندنا الحلقة رقم 5. قبل ما أبتدي أطلب منكم ضغط زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات، خلينا نوصل وهذا المقطع أكثر من 1500 لايك. طبعا بالحلقة السابقة فزنا على أي سي ميلان بدور 16 الأبطال وتأهلنا لدور ربع النهائي، وراح نقابل توتنهام مثل ما واضح قدامكم. مباراة قوية جدا راح تكون أكيد يا شباب. مباريات دور الثمانية، هذه هي المباريات. أنا مرشحت الحلقة السابقة اليوفي والبي اس جي وبرشلونة وريال مدريد. اليوم راح نعرف منو راح يتأهل للمربع الذهبي. اما هداف البطولة لحد الان دي ماريا بالمركز الاول 5 اهداف، كريزمان عنده من فريقنا عنده 4 اهداف، ميسي عنده 3. طبعا كريزمان بالحلقة السابقة ادى مباراتين اسطورتين ضد نادي اي سي ميلان. سواريز هو صانع الاهداف لحد الان ب6 اهداف. نروح مباشرة ونشوف التشكيلة مالتنا يا شباب، ونشوف لاعبيننا منو ما جاهز. ارثر ما جاهز، ركيتي جاهز فل لهذا اللقاء، كارلوس بيريز ايضا راح اصعده كالعادة لان احتمال ينزل بالشوط الثاني. فهذه التشكيلة اللي راح نلعب بها الشوط الاول، اغلب اللاعبين نفسهم، فهم نفسهم يعني، بس ركيتيش مجرد نزل بدل ارثر. فهذه تشكيلتنا، ان شاء الله يا شباب نقدم اداء ممتاز بهذه المباراه والفوز والتاهل لمباراه نصف النهائي. المباراه الاولى بملعب نادي توتنهام. طبعا يا شباب بالنسبه لهذه السلسله مثل ما تعودتوا خلال 5 ايام، اليوم الخامس، كل يوم الساعه بعد الساعه 6، انا قلت في البدايه بس طبقتها بالحلقه الثانيه بعد الساعه 9 ان شاء الله بالليل، حتى يكون بين اكو وقت طويل بين الحلقه الاولى او المقطع الاول والمقطع الثاني بنفس اليوم. فاليوم يا شباب مثل ما تعرفون الحلقه الخامسه ان شاء الله بعد حلقتين اذا فزنا وتخلص السلسله راح نبدا سلسله جديده باذن الله. مباشره الى ارضيه الملعب وصافره الحكم بدايه المباراه. منو لاحظ اسم ميسي يا شباب بالجماهير، جماهير نادي توتنهام، ملعب توتنهام، اسم ميسي كان بالمدرجات. منو راح، منو لاحظه خلي يكتب لي بالتعليقات. دير بالك، دير بالك يليو، يلا يا ميسي. الله 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 الله، بعد الكره عندهم، كره خطيره هذه، خطره لوسيل. اوبا بابا توصل سهله سهله بتير شتيجن. الدقيقه 23 حد الان، فرص خطره ماكو يا شباب. المباراة مقفولة من قبل الجانبين. يا ديونج يا سلام، يغير اتجاه اللعب الى سميدو، نيلسون سميدو يلعب الى ليو، ميسي ما توصل، ما توصل الكرة يا راكيتيتش، حصل حصل حصل، لا 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 لا، هاري كين خطير. دير بالكم يا شباب، الكرة وين، الكرة وين، الى اندوملي، خطرة خطرة. اوبا اوبا، لا 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 لا، كيف تدخل هذه الكرة للشباك؟ هدف أول لتوتنهام، اندوملي كرة وتصويبة. لا يا شباب، يلا أصعد يا ديونج، وين وين الكرة، ديونج ديونج، توصل 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 الكرة، ديونج اضرب إلى الركنية، خرجت خرجت أوت، يلعبها هذه صعبة، هاري كين ممكن هدف ثاني، ممكن هدف. أوب 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 أوب، انهيار برشلونة يا حبيبي. لا 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 يا بيك، كيف تركينا وحده، لا لا، هاري كين حطها جول. 2-0 شوط اول، 2-0 ادائنا متواضع بالشوط الاول. يا سواريز، يلا يا سواريز، يلا يا سواريز، يا سلام، هي 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 هي، ديمبلي، الله يا ديمبلي، شنو هذه الكرة يا ديمبلي، يا سلام، يلا روح 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 روح، سميدو سميدو سميدو، ممكن عرضية، هي بالراس، اضرب يا ولد اضرب، بس هدف 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 واحد يكفي. العرضية عالية بيك يا بالراس، ترجع 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 الكرة، وين 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 جوردي ألب. أوب 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 أوب. شنو هذا، شنو هذا الدفاع يا شباب، شنو هذا الدفاع، حلوة حلوة، ديونج يرجع ويخلص الكرة، ديونج ليو، ميسي ميسي يلعب إلى سواريز، مرر 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 مرر، كريزمان، بوم، جول، هو كريزمان، يا سلام،
شوف اللي عاد سواريز يمرر، كريزو يطلق صاروخ الكرة بالشباك، النتيجة صارت 2-1 يا حبيبي. يا سلام يا سلام يا سلام، سميدو مرر مرر مرر، توصل ديونغ، حلوة الكرة وين إلى راكيتيتش، راكيتيتش يلعب إلى جوردي، ألبا ممكن الليو، سواريز إلى الليو، لا 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 لا، أفضل برشلونة بالشوط الثاني، أفضل بكثير يا شباب. الله الله، كيف عبر، لا يا شباب، شوف أنا كيف عبر، كيف اسمح لي، شوف بكي ناين، فاشل والله يا شباب. ديونغ يلعب إلى الليو، ميسي صوب، يا الله كان يسجل من نصف فرصة ممكن. كيف عبرت يا شباب، كيف عبرت هذه الكرة، لا تدخلين، والله شنو هذا الدفاع. نهاية المباراة 3-1، نخسر على ملعب توتنهام، لازم نسوي الريمونتادا بالإياب، والله صعبة يا شباب، بس 2-0 راح نتأهل. مباراة على ملعبنا، فريق دائما جيد بالكامب نو، هذه إحصائية المباراة، كنا الأفضل بالباصات والله، حتى الفرص يعني تقريبا احنا ممتازين. هاري كين أفضل لاعب بالمباراة. نتائج باقي المباريات يا حبيبي، كريزمان هذه المرة ما جاهز، بس لازم اعتمد عليه، أصلا من عندهم هم بديل، أصلا ماكو بديل يا حبيبي، شنو هذا الفريق. المهم يا شباب، فهي تشكيلتنا أعتقد راح ننزل بها الشوط الأول، كارلوس بيريز نصعده هنا، ممكن ننزله بدل ديمبلي اللي يموت بالشوط الثاني، ما أدري شو يصير به. فهي تشكيلتنا للشوط الأول، أتمنى الدفاع ما ينضرب مثل المباراة الفائتة. هذه المرة بالكاب نو يا ميسي ويا تير شتيغن، هذه المباراة على ملعبنا وأمام جمهورنا، نزول اللاعبين إلى أرضية الملعب، لازم الريمونتادا يا حبيبي حتى نتأهل لدور نصف النهائي. هل تخرج برشلونة من هذا الدور؟ نريد الريمونتادا، لازم نبحث عن الريمونتادا يا شباب. 2-0 تكفي، ان شاء الله نسجل هدف بالشوط الاول، اتمنى يا شباب. الكره عند اليوم، ما راح اتعب اللاعبين بالشوط الاول نهائيا. جوردي ألبا يلعب الى كريزمان، يا سلام مرر يا كريزو، شوف يتاخر، توصل الكره عند ديمبلي يلعب على الطرف، حلوه الى نيلسون، سيميدو يلعب الى عثمان، ديمبلي تمريره حلوه الى ارثر يمرر الى جوردي ألبا الى كريزمان ممكن لسؤال، لا يا كريزو، دير بالك هاري كين، حلوه يا بيكي، يا سلام، يلا روح جوردي ألبا، ارثر يوصل سواريز، يلا يا سواريز الى ديمبلي، عثمان اضرب، لا يا عثمان ضاع الهدف الاول. الكره الركنيه ملعوبه عاليه بالراس، سجل يا حبيبي سجل. ديمبلي يلا اصعد يا ليو، توصل الى سميدو، اصعد ميسي، لا ما جاي يصعد، يلا سواريز، هي يا حبيبي، جول اخيرا، هدف اول بالدقيقه 27، ممكن تصير الريمونتادا يا شباب. شوف الكره هنا، سميدو يلعب الى ديمبلي، شوف ميسي ليش ما يصعد، والله عجيب، لكن الكره جميله، حلوه، انضرب دفاع توتنهام، واخيرا سميدو يتقدم يلعب الى الليو، ميسي يضرب، لا، بعدي ممكن طويله، حلوه، جوردي ألبا العب يا حبيبي، العبها بس عرض. ديلي علي الى هاري كين، سهله، يلا تير شتيغن العب، ترجع، ارثور يلعب الى الليو، ميسي تغير اتجاهه، راحت الى الركنيه، ديونغ يلعب الى الانجليت، يا سلام الى كريزمان اضرب بوم، جول، صارت 2-0، يا الله على هذه المباراه المجنونه يا كريزو، يا سلام، شوف الكوره، تصويبه قويه بالقدم اليمنى من كريزمان، الكره بالشباك، جول. هسه النتيجه تحولت لنا يا شباب، نهايه الشوط الاول 2-0، توتنهام هسه راح يسعدون زايد يا شباب، فعليه احنا ايش راح نسوي؟ راح نرجع دفاع ونعتمد على الهجمات المرتده، خل اغير الخطه الى الهجوم المرتد، الى ديمبلي الى سواريز والى كريزمان، تصويبه بعيده يا كريزمان يرجع الى ميسي حافظ على الكره، يلعب الى كريزو الى ميسي صوب، يا الله
هذه صعبة هذه صعبة هذه صعبة هذه صعبة. لا 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 حلوة حلوة سهلة سهلة بالتيرشتيجن. يلعب إلى ليو ميسي ميسي ميسي. يا سلام الله 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 عرقلة. فاول فاول فاول. ضربة حرة من مكان خطر يا ليو، وإن شاء الله جول يا ميسي. راح نزل بيريز يا شباب بدل عثمان ديمبلي. لياقة ديمبلي تنتهي بسرعة. أيضا راح أطلع آرثر ونزل راكيتيتش ونزل بوسكيتس بدل ديونج. ثلاث تغييرات دفعة واحدة وهساعدنا. ضربة حرة من مكان خطر جدا لليو. ميسي ممكن يحطها بالشباك وينهي آمال توتنهام يا ليو. ميسي بابا بابا جول ليو. هدف ثالث عن طريق ليو. يا سلام صارت 4-3. خلاص خلاص هي الريمونتادا يا حبيبي. الله على برشلونة. شوف 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 الكرة الضربة الحرة الرهيبة. خلاص يا شباب انتهت هذه المباراة. فوز لبرشلونة إن شاء الله. يحتاج لهم هدفين بس، إذا سجلوا هدف راح أروح للإضافيات. إن شاء الله ما يسجلون هدف في مرمانا. خطرة تصويبة جانبية. ميسي ميسي يتقدم. ميسي تمريرة حلوة لسواريز. سواريز الله 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 التدخل. فاول فاول. ضربة حرة دقيقة 90 يا شباب، وضربة حرة ثانية لميسي. شوف الإعادة التدخل على قدم سواريز. الله 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 الله. خلي نشوف ميسي هم يقدر يحطها بالشباك. والله يقدر. يلا يا ليو ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يقدر يحطها جول. يلا يا ليو يلا يا ليو. هذه الكره بهذا المكان اعتقد بالشباك. ميسي جول جول. لا تخطأ مرتين قدام ميسي. ضربتين حرة بمباراة واحدة يا حبيبي. 4-0 ريمونتادا كبيرة بالكاب نو. يا سلام يا سلام يا سلام يا ميسي. شوف الإعادة. الله 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 الله. لا تصد ولا ترد هذه الكرة. شوف 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 شوف. الله عليك يا ولد يا ولد يا ولد. الكرة جول. قطعوا الكرة. لعبنا وياهم بخطة رهيبة خاصة بعد ما تقدمنا عليهم. لا 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 يا تير شتيغن هذه الكرة ما تدخل. شنو هذا الخطأ يا حبيبي؟ ما أعرف ما أعرف ليش هذا الحارس يخطأ أخطاء بهالشكل هذا. شوف الإعادة. شوف الكرة كيف 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 تدخل مرماك هذا الهدف يا تير شتيغن. خلاص صافرة الحكم نهاية المباراة. 4-1 نفوز على توتنهام بمباراة الإياب. يا الله على السيناريو. جلدنا توتنهام بريمونتادا يا حبيبي. أعتقد أكيد ميسي هو أفضل لاعب بالمباراة يا شباب. بالفعل اللي هو الأفضل بهذا اللقاء، إضافة إلى كريزمان وسواريز أيضا أدوا مباراة خرافية. ريمونتادا البايرن ميونخ على يوفنتوس. أيضا اليونايتد يفوزون على البي اس جي. برشلونة يفوزون وليفربول. ولا واحد مني توقعتهم تأهلوا يا شباب. شنو هذا؟ ويا من تتوقعون مباراتنا راح تكون؟ أعتقد يا ليفربول إذا الاثنين جوا، يعني ليفربول والبايرن راح يلعبون ضد مانشستر يونايتد. إحنا راح نواجه اليونايتد يا شباب، والبايرن راح يواجهون ليفربول بدور نصف النهائي. خلي نشوف الأهداف. كريزمان وميسي يعني تقريبا هم اللي ينافسون، بس ليفاندوسكي عنده 8 أهداف يا شباب. من يتوقعون يكون هداف للبطولة يا حبيبي؟ ومن يتوقعون يكون صانع الأهداف؟ طبعا سواريز عنده 7 أهداف لحد الآن، هو متصدر الأسيست. توقعاتكم مباراة النهائي ويا من راح تكون يا شباب؟ هل راح نلعب ضد ليفربول أو البايرن، أو أصلا راح نخرج من دور نصف النهائي؟ يا ريت تكتبون بخانة التعليقات. طبعا اليونايتد شوية فريقهم جاي يعني متواضع يعتبر بالنسبة لذاكولي، فإن شاء الله نقول نقدر نحقق الانتصار عليهم ونوصل للمباراة النهائية. وأتوقع ويا البافاري، نقول يا البافاري ما ندري. ليفاندوسكي شكله خطير. اللي هنا وصلت لكم نهاية الحلقة. موعدنا إن شاء الله بالحلقة قبل الأخيرة. الحلقة القادمة راح تكون إن شاء الله. فضغطوا لايك، اشترك بالقناة، فعل زر التنبيهات، خلينا نوصل هذا المقطع أكثر من 1500 لايك. في أمان الله.